ايضا النهارده الحقيقه بتحل علينا الذكرى ال16 لوفاه واحد من اهم واكبر واسطوره كبيره جدا في عالم حراسه المرمى في مصر والنادي الاهلي، نجم الكبير الله يرحمه كابتن ثابت البطل. اخد كلمتين من حضرتك برضو يا كابتن شريف وطبعا الكابتن عادل. الف رحمه ونور. احنا بقالنا طبعا ذكرى كابتن ثابت البطل، اللاعب العظيم والاداري العظيم والاهلاوي الجميل. الله يرحمك كابتن ثابت، بقالنا يومين بندعي لك وطول السنه ذكرتك الجميله بتبقى موجوده، روحك مرفرفه علينا في البطولات كلها الحقيقه، في ماتشات الزمالك وفي ماتشات افريقيا وفي تانيا كلها. الف رحمه ونور عليك يا رب، الف رحمه ونور. كابتن عادل، يعني كان قدوه لينا دي حقيقه، يمكن احنا طلعنا صغيرين شفناه لعب معانا فتره طويله قوي، ويمكن عمر في الملاعب كلاعب وبعدين خدم النادي الاهلي كمدير كره فتره كبيره، كان في انجازات كتيره قوي عملها. الكابتن ثابت راجل جدا، يعني احنا كنا مسمينه الزعيم دايما، لانه فعلا فعلا كان كل مبادئ النادي الاهلي وقدوه لينا كلنا. يعني الواحد لما بيفتكره بيحس بفخر بيه والله بجد. كابتن ثابت رحمه الله عليك يا كابتن ثابت.